قد يتساءل الكثير عن أسباب توقف أو تأخر القطارات ووسائل النقل بالكوابل الكهربائية عن مواعيدها. سرقة الكوابل النحاسية والأجهزة الكهربائية إجابة صريحة تفسر هذه الظاهرة. تم يعني توقف سير تراموي في صباح اليوم ابتداء من الساعة 5:30 صباحا إلى غاية الساعة 9:40 صباحا بسبب سرقة كوابل على مسار خط التراموي. إذن بالفعل تتعرض منشآت وتجهيزات السكك الحديدية بشكل مستمر ويومي إلى أعمال تخريب وسرقة وتتسبب في خسائر كبيرة بالإضافة إلى تعطل مصالح المواطنين جراء تذبذب حركة سير القطارات. ممكن نعطيك بعض المؤشرات بالنسبة لسنة 2022. آثار هذه الظاهرة تمس الاقتصاد الوطني بالدرجة الأولى، خسائر مالية معتبرة تتكبدها المؤسسات العمومية للنقل السككي في صورة استنزاف الأموال العمومية، ناهيك عن تعطيل مصالح وانشغالات المواطنين. بالنسبة للخسائر المادية سجلنا في سنة 2022 ما معدله 170 مليون دينار جزائري، يعني مجموع هذه الخسائر. الشركة تقوم بعمل كبير جدا لمحاولة التخفيف من أثر هذه الأعمال. أولا عندنا عمل تنسيق كبير مع مصالح الدرك الوطني من خلال تعزيز التنسيق معهم ووضع خطوط خضراء للاتصال المباشر سواء على المستوى المركزي أو على المستوى المحلي ما بين مسؤولينا على المستوى المحلي ومسؤولي وحدات الدرك الوطني، بالإضافة إلى تعزيز تواجد مصالح ووحدات الدرك الوطني على مستوى المحطات والمحطات الجديدة. القطارات، الترامواي والمترو وسائل ضرورية في الحياة اليومية للمواطن. سرقة تجهيزات ومعدات هذه الوسائل وقفت عائقا أمام مصالحهم وكبدت الخسائر للمؤسسات الصاهرة على ديمومة خدماتها.